راه نهار اثنين كان واحد جوج المشاريع اللي هي الطاقه الشمسيه ديال هذا المشروع نيت، ومشروع اخر ديال الشبكه لما صالح الشرق. كنشكروا السي العربي رئيس الجمعيه ديال امشطريخ، وكنشكروا السلطات المحليه ما نساوهمش، راه هما دائما بجنبنا وبجنب التنميه. من بعد هذه الفرحه ديال هذا المشروع اللي غادي ينطلق ان شاء الله ابتداء من اليوم، غادي ينطلق الساكنه ان شاء الله غادي تستافد من ماء الصالح للشرب، وفرحنا ايضا الجيران ديالنا منطقه ايت بازي على المشروع اللي بدا حتى هما الانطلاق ديالو ديال التعبيد طريق رقم 1900. المشروع الحمد لله راه الاهداف ديالو حققت تقريبا طوق الاستكشافي هذاك نزاته الجمعيه، وكانت النتيجه الحمد لله ايجابيه. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كنشكروا المواقع الالكترونيه اللي حاضره معنا في هذا اللقاء وهذا المشروع المهم، اللي هو خاصه في هذا الوقت ديال الصيف وهذه المنطقه اللي غادي تكون ان شاء الله استفدت في هذا المشروع ديال الماء الصالح للشرب اللي هو اساسي. كنشكروا مجلس جهات شمس مسا المساهمه، وكنشكروا التجهيز حتى هي اللي دارت المواكبه. كنشكر المجلس الاقليمي كذلك في راس السيد الحاج عبد الله غازي اللي دعموا هذا المشروع بالواح شمسيه، واضافه الى واحد ثلاثه الدور تما كاينه الشبكه ديال الماء الصالح للشرب. بالمناسبه بالنسبه للجامعه ديال انزي، كما يعرف الجميع راه فيها واحد الديناميه ديال المشاريع، الا جينا نقولهم دابا راه الوقت غادي تخصنا الوقت، لان بزاف الحمد لله الناس استفدوا في المشاريع ديال الماء ديال الطرقان ديال كاين واد الحار كاين تهيئه المداخيل كاين، وكاين عندنا واحد المشروع ديال التصميم التهيئه اللي هو اساسي مهم جدا، اضافه الى حمايه تنظيم الفيضانات اللي هو حتى هو مشروع مهم اللي هو فيه مليار و300، وكنشكروا فيه الجهات التهيئه اللي دخلت بواحد 300 مليون، وكاين الحوض المائي وكاين الونجو في هذا المشروع، اضافه الى الداخليه. السلام عليكم، ابراهيم حكوكون نائب رئيس المجلس الاقليمي لاقليم تيزنيت. بالنسبه اليوم نتواجد في منطقه ايت بازي وخصوصا في دواري تيمولا وايت عمران في اطار تزويد هذه الدواوير بالماء الصالح للشرب، مشروع ممول من طرف مجلس الجهه في اطار تقليص الفوارق المجاليه. المشروع تستفيد فيه ما يقارب من 55 عائله في هذا الدورين. بالنسبه للمجلس الاقليمي في اطار الدوره العاديه الماضيه لشهر يونيو، تم المصادقه على تزويد هذا المشروع بالالواح الشمسيه الطاقه الشمسيه في اطار المساهمه للمجلس الاقليمي. اولا لابد ان نشكر جميع الشركاء من مجلس الجهه، مجلس الاقليمي، الجمعيه، الجماعه في فك هذه المعضله ديال الماء الصالح للشرب والماده الاساسيه لهذه الساكنه الجبليه، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بصفتي رئيس جمعية أمشتريخ للتنمية والتعاون العربي العمراني، دوار أيت عمران جماعة أنزي ودائرة أنزي إقليم تيزنيت، قمنا اليوم بحفل ديال افتتاح مشروع تزويد دواوير أيت عمران وتيمولا بالماء الصالح للشرب. كنشكركم اولا على تغطيه هذا الحفل، وكنشكر جميع المساهمين في هذا المشروع. بصراحه فرحانين بزاف، لان كيف ما كتعرفوا الماء اهم حاجه في الحياه. الحمد لله ابتداء من اليوم ساكنه ايت عمران وساكنه تيمولا عندهم الماء الصالح للشرب، وهذه مبادره جميله من المجلس الجماعي لانزيك في هذا المنبر. كنشكر الرئيس السي بوجمع بني رئيس المجلس الجماعي، وكنشكروا ايضا جهه سوسمه الصدرعه السي حسن البيداني الممثل ديال جهه سوسمه الصدرعه،
اللي مولوا هذا المشروع 100%. المشروع تقام تقريبا بأزيد من 85 مليون. وكنشكروا ايضا سي محمد ببدا ممثل المديريه الاقليميه لتجهيز والنقل بتيزنيت اللي وقف معنا في هذا المشروع من البدايه ديالو حتى الاخر باقامه ديالو ديال الدراسه والمتابعه الى اخره. ثم كنشكروا الساكنه لان الساكنه هما اللي ساهموا في البدايه ديال هذا المشروع حتى درنا واحد الثقب الاستكشافي. الحمد لله نجحت المهمه وكانوا الماء وقمنا بمتابعة المشروع حتى النهاية ديالو الحمد لله. وأخيرا استفدنا من هذا المشروع بالتمويل كيف ما قلت 100% لجهات سوس مصر درعا. كنشكرهم من هذا المنبر وكنشكر حتى السي الحاج إبراهيم حكوكو نائب رئيس المجلس الإقليمي لتيزنيت على المتابعة ديالو حتى هما فرحونا في هذا الأخير بتزويد هذا المشروع بالطاقات الشمسية بالألواح الشمسية اللي غادي ينقصوا علينا المصاريف ديال الكهرباء. كنشكروا ايضا السي عبد الله الغازي رئيس المجلس الاقليمي لتيزنيت كنشكروا على المتابعه ديالو ديال التنميه في هذه المنطقه جماعه انزي. اليوم درنا هذا الحفل باش نبينوا على الفرحه ديالنا الكبيره لهذا الماء الصالح للشرب ثم التتمه ديالو بتزويده بالالواح الشمسيه. وكنتمنى ان شاء الله التنميه ما توقفش هنا، التنميه تزيد للقدام والناس ديال المنطقة يديروا ليد في ليد ويتعاونوا. السلام عليكم. عبد الرحمن أبيضار عن دوار تيمولا من الدواوير المستفيدة من هذا المشروع ديال تزويد جمعية تمشتريخ بمشروع ديال الماء الصالح للشرب. حنا فرحانين الحمد لله بهذا النهار هذا، كنا كنتسناو هذا النهار بفارغ الصبر والحمد لله. كنشكروا جميع المتدخلين من جهه، من المجلس الاقليمي، من المجلس الجماعي، ومن التجهيز والناقل قطاع الماء. وكنشكروا المجلس الجماعي والناس المساهمين كل باسمه. والسلام عليكم. السلام عليكم. اسيدي كل التشكر، نشكر جمعيه تمشتريخ ولا تيمولا، نشكر وما نزل اتني صحه ربيتنيك من ربي الخيرات اللي امانه ديال الزين. نربي زيتني من ربي ولا مدات لي كله بني الخيرات، عاون سيدي الباس فلاتني خلص سيدي ربي. نربي زيتني كل البركه غير الخير زي ربي امين.